أهلا وسهلا فيكم في مهرجان البالونات المنطادية في جاتينو. طبعا افضل شيء انكم تدخلوا على موقع الجاتينو هوت اير بالون فيستيفال، راح تشوفوا هو اول ويكند في سبتمبر، تاريخ والموقع. راح تدخلوا على العنوان، كمان موجود غاد، سهل جدا انكم توصلوا. زي ما انتم شايفين هون، هذا هو العنوان، هي حديقة مقابلة لأوتوا، على نهر أوتوا، قريبة جدا من البرلمان. طبعا راح تشوف شغلات كتيرة في هذا الفيستيفال. هذا هو الموقع تبعهم. في شغلات كتير للعوائل، للأطفال، للكبار. في دخولية لهذا الفيستيفال، الأسعار بتتغير من سنة لسنة. الأفضل إنكم تدخلوا على الموقع. هاي الشغلات ممكن تشوفوها، الأتراكشن، في ألعاب كتير راح تنبسطوا. يعني هو فيستيفال لكل نهار، في سيارات قديمة، وفي حديقة حيوانات مصغرة، وفي رسومات، وفيس بينتينج، تسلق للجبال الصغيرة، يعني في شغلات كتير. وهذا هو الأسعار. طبعا في $62 للدخولية بالـ3 أيام، والدي باس $55. عجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.